صباح الخير مشاهدينا. على مدار 15 سنة من النجاحات وتحقيق الإنجازات بمجال طب الأسنان بمختلف اختصاصاته التطبيقية والأكاديمية، لمع اسم الطبيب اللبناني دكتور جورج حنا بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت أصدائه للبنان وتماهت مع خبرة ومهنية الطبيب اللبنانية أن كريستال مخلوف، والنتيجة كانت نجاح على الصعيد الشخصي العاطفي والمهني الراقي لتثبيت معادلة الطموح الحب والانتماء، وهو أساس العودة إلى الوطن والإيمان بمستقبل أفضل من خلال افتتاح نيو مكسيكو دنتل انستيتيوت الأشهر بأمريكا داخل مخلوف ميديكال سنتر بلبنان يلي بيضم أشهر أطباء الأسنان. دكتور جورج حنا طبيب أسنان ورئيس نيو مكسيكو دنتل انستيتيوت، دكتور آن كريستال مخلوف طبيبة أسنان ومديرة مخلوف ميديكال سنتر، بداية فيديو بيسلط الضوء على نيو مكسيكو دنتل انستيتيوت. شو هو كونسبت نيو مكسيكو دنتل انستيتيوت؟ اولغا، نيو مكسيكو دنتل انستيتيوت، نحن each profession has to have good quality training. هلا بالعيادات الاسنان في عندك الدنتست، دنتل اسيستنت، والدنتل ريسبشنست. هلا بكل انحاء العالم كتير الجامعات بيركزوا يعملوا تريننج للدنتست، في قليل كتير اهتمام بالدنتل اسيستنت والدنتل ريسبشنست. نحن من نيو مكسيكو دنتل انستيتيوت بنركز على تريننج للدنتل اسيستنت والدنتل ريسبشنست. حتى ايفن الطلاب اللي بعدهم خلصين مدرسه بيقدروا انه يكونوا موجودين كمان يقدروا ياخذوا البروجرام. صحيح كل واحد after high school في يقدم على نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت لياخذ البروجرام. نعم دكتور آن، مخلوف ميديكال سنتر هو فريد من نوعه اليوم بلبنان يلي حضرتك بترأسيه، مؤخرا نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت اصبح جزء لا يتجزأ من مخلوف ميديكال سنتر، شو بيضم السنتر من سيرفيسز؟ مزبوط، المخلوف ميديكال سنتر بيضم طبابه سيرفيسز، ميديكال سيرفيسز يعني عيادات طبيه، ودنتال سيرفيسز. بالدنتال سيرفيسز عندنا كلينيكات دنتير مع آلات التصوير وكل شيء، كل شيء بخص طبابة الأسنان، يعني بفوت المريض، نشوف صور على كل حال على السكرين، بفوت المريض بيلاقي كل شيء، كل الحكمة، كل الاختصاصات، كل حكيم مختص، من قطع العصب للتلبيس للجراحة للتصوير الثلاث أبعاد لنعمل الزرع للطبابة للأطفال إذا شيء. ومؤخرا انضم هالمخلوف ميديكال سنتر، عمل كولابوريشن مع نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت لنفوت بروجرام هذا البروجرام دنتال اسيستنت الجديد من نوعه على لبنان. اوكي، مثل ما هلا انا ما رح نشوف الصوره. يس، هذا بالسنتر بيضم دونك البانوراميك اكس راي مع السي بي سي تي،
مشان نقدر نعمل الصور، لانه بسنان عندك دياجنوستيك كلينيك يعني كلينيكال، وعندك الاكس راي، عندك مشان الاولاد الصغار مختصين خصوصي، عندك الجراحه كلها معقمه كله مزبوط، كل الاختصاصات يعني المريض بصف سيارته بيعمل كل شيء بسنتر واحد. هذا شيء كثير مهم يعني بيطمن حتى المريض انه رح يقدر يوصل على سنتر عنده كل الحكمه مختصه بكل سيكتور. صحيح، وحتى ايفن يعني كل الاسيستنت رح بتكون كثير بروفيشنال. صح. بدي ارجع لك دكتور حنا بخصوص المنهج بالنسبه للدنتال اسيستنت بروجرام، هل بيختلف بين منهج امريكا ولبنان؟ هلا نحن البروجرام از ذا سيم، الكوريكولم از ذا سيم، نحن بدنا نحاول نطبق البروجرام اول اوفر ذا وورلد، مصدق من وزاره التربيه والتعليم بنيو مكسيكو، ونحن هلا بالوقت الحالي باربع ولايات بامريكا، باريزونا كاليفورنيا واشنطن ستيت ونيو مكسيكو. الاكزامز كيف بتصير طريقتها؟ الاكزامز الاكزامز اونلاين، الاكزامز اونلاين، الكويزز، الميد تيرم، الفاينل كله اونلاين اندر سوبرفيجن وزاره التربيه والتعليم بنيو مكسيكو. يعني الشهادات مصدقه من وزاره التربيه من نيو مكسيكو؟ كل شهاداتنا مصدقه من امريكا، من وزاره التربيه والتعليم من نيو مكسيكو، كل شهادات بكل انحاء العالم. هذا شيء كثير مهم، يعني نحن عم نحكي انه بكل العالم اي حدا بده يقدر ياخذ البروجرام قادر ياخذ هالسيرتيفيكت الشهاده انه يقدر يستعملها بالعالم كله. صحيح، هاي مصدقة من أمريكا، وفي التلميذ الخريج يستخدمها all over the world. دكتور مخلوف، كيف بتوصف نجاح الشراكة المهنية؟ الشراكة المهنية أنا لقلي كتير مهمة خاصة بلبنان، بلبنان ما في منه هيدا الشيء، جديد عم بيتفوت ككونسبت على لبنان. بيعطي أول شيء education بلبنان بطريقة أحسن، بيصيروا الأسيستانات دانتير إلى شهادة إلى قيمتها بالمجتمع، وخاصة كمان بالكلينيكات دانتير بيصير الحكيم مختص والاسيستنت كمان بتعرف بالماتيريالز، مش انت بتعلميهم وهيك. سو البيشنت ويل فيل مور سيف، في مصداقية أكثر بالشغل، في برو أكثر بالشغل، إن كان من قبل الحكيم وإن كان من قبل الأسيستنت. سو ذاتس واي أنا بشجع كل الأسيستانات دانتير أو كل حكمة أسنان يشجعوا أسيستانتهم يتسجلوا بهذا البروجرام، كثير بيساعد الكلينيك كيف تروح الكلينيك بطريقة أحسن، بطريقة مور بروفيشنال مع المريض، بين المريض الحكيم والأسيستنت. عم تشوف هلا الكولابوريشن اللي عم بتصير بين مخلوف ميديكال سنتر ونيو مكسيكو دنتال انستيتيوت، يعني هيدي فعلا هيدي الشراكه كثير مهمه، مثل ما قلتي انه اول مره بتصير بلبنان ورح يصير في تشجيع. يعني انا بفتكر انه كل الطلاب اللي هن عم بيخلصوا الهاي سكول رح يقولوا نحن باي مجال بدنا نفوت، وبهذا الوضع بالذات انه اليونيفرسيتيز كثير غالي، فهيدي قد ايه مهمه انه فعلا انه يقدروا ياخذوها ويبلشوا فعلا مع الدنتست والدكتورز، يقدروا بكل عيادة يكون في assistant professional وعندها هالشهادة من نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت. دكتور حنا، في أكيد خطة استراتيجية حضرتك رسمها لخارج لبنان للانستيتيوت، خبرني أكثر عنها. هلأ نحن مع collaboration مع مخلوف ميديكال سنتر، صحيح one of the top clinics بلبنان، هن they want to go way and above، بدهم يزيدوا. نحن البروجرام عنا بأمريكا 4 months، هن بدهم يزيدوا 6 أشهر، يعني بدهم يعطي التلميذ 2 more months more hands on للتلميذ بلبنان يكون كتير متعلم و highly educated وكان عنده كتير خبرة قوية. هلا نحن بعرف لأنه الكورس البروجرام دسم، يعني هيدا البروجرام مش لانك درسه بتقنيه عاليه وبطريقه كثير انترناشونال، من هيك انت قررت انه يكون المده 6 أشهر بلبنان. صحيح صحيح، نحن البلان البلان بلبنان نخرج تو جراديويت من 50 لـ100 تلميذ بالسنه، والفيوتشر بلان نحن هلا بدنا نفتح بالجي سي سي كونتريز، بالهند وباوروبا. اوكي، البروجرام هو انجلش
باللغة الإنجليزية. البروغرام مصدق من وزارة التربية والتعليم بأمريكا وهو الكوريكولم بالإنجليزي. بالإنجليزي. أوكي. طيب أنا هون في شغلة بدي أقولها دكتور جورج، إنه في خبر هيك كتير حلو أنا ولفتني صراحة، مبادرة كتير حلوة ومساعدة. حضرتك أصلاً بتعمل كتير مبادرات ومساعدات، بس هيدي كتير لفتتني لأنه حضرتك بتملك نيو مكسيكو فاونديشن بأمريكا وبتترأسها. رح بتقوم هالفاونديشن بمبادرة مساعدة على أنها تتحمل 25% من تكاليف دنتل أسيستنت بروغرام لخمسين طالب بلبنان. خبرني أكتر، يعني بعرف أنه أنت ما بتحب أني أنا ضوي عليها، بس أنا لازم ضوي على هيك شيء، لأنه الناس لما بدأ تسمع أنه فعلاً بزنس مان مغترب عم بيفكر بلبنان وبطلابه، ما نهيني بهذا الوضع. يعني أنا أعطيني شوي هيك من عندك قدي ليه فكرت بهذا الموضوع، وهيدي كمان تكلفة عالية. أنا بعرف أنها تكلفتها كتير عالية وحطيت إيدك فيها. صحيح صحيح أولغا. هو نحن كأدوكيشن، يعني أنا كلبنيز دياسبورا فكرت أول شيء على لبنان، ومشان هيك نحن اهتمامنا زائد أكسترا للبنان لنعمل نيو مكسيكو دنتال انستيتيوت من أهم البروغرامز وورلد وايد. نحن وقت فتحنا بكل بلاد العالم الجوفرمنت اجت قالوا كتبوا لك تشيك، نحن بدنا نعلم اور سيتيزنز، ما تعطى الهم. يعني بامريكا بيجي التلميذ بيمضي، الحكومه بتدفع كل شيء. وبلاد ثانيه من دون ما اذكر اساميها. فبلبنان نحن بلشنا البروجرام من عندي انا، او سبورت ذا ستودنتس اللي بيهتموا بلبنان تو جيت ذا ايدكيشن دي نيد تو بي جود دنتال اسيستنت ودنتال ريسبشنست. ومثل ما حضرتك تفضلتي قلتي، انا فروم ماي سايد ام كفرينج 50 ستودنتس للبنان. هذا شيء مبادرة كتير حلوة وتشجيع أنك تقدر تعمل هيك، وبعرف أنه رح يكون في إشياء تانية بكرة رح نحكي عنها بالأيام الجاية على صعيد لبنان، لأنه أنت ما رح تترك لبنان ورح تدل إيدك موجودة فيها. يعني دكتور مخلوف عن جد بتمنى لك كل الخير. دكتور مخلوف دكتور حنا، لأنه أنا بعرف أنه أنتو خلص يو أر وان بالأخير، بتمنى لكم عن جد كل التوفيق على كل الأصعدة، وأنا بتشرف أنه تعرفت على أشخاص مثلكم من أمريكا. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.